نقطة بسيطة أريد أن أعلق على كلام مهم جدا ذكره الأستاذ صالح، أنه يعني وكذلك عرج عليه الدكتور المرزوقي الرئيس المرزوقي، يقول بأنه لا بد أن الناس تخرج للشارع ولا كذا، ولكن نحن إلى حد الآن ما زلنا لم نرى هذا الزخم الشعبي. ربما المعارضة هي نعم اللي تخرج في أمطارها للشارع وفي المناسبات، ولكن لم نرى الشعب يهب يعني هب كما رأيناه في 2010 و2011. وهذا لابد ان نحن نتساءل منه، انه لماذا هذا لم يقع، رغم انه الاوضاع مزريه جدا، تدهور يعني في المقدره الشرائيه للناس، لماذا؟ انا اظن ان هناك كذلك يعني لابد ان ننظر الى الاعلام والى بعض من دور الاعلام ودورها في انها حتى ولو انه اصبح من المستحيل او من الصعب انها تدافع على قيس سعيد وعلى مشروعه، لكنهم نجحوا الى في 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 جزء من 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 هذه الخطه نتاعهم، نجحوا الى انهم يبعدوا اللوم على قيس سعيد، انه العديد من المواطنين لما نسمعهم يتكلموا يقول لك صحيح الوضع مجري وكذا وكذا وكذا، ولكنه لا يلقي بهذا اللوم راسا على قيس سعيد، يعني انه فما نعم عمليه يقول لك هذا حصيله حصيله لا قديمه. يربط نعم هذه الحصيله المزريه معناها في الاقتصاد وفي الحياه الاجتماعيه حتى الحياه اليوميه ليه لا يربطها وان كان سعيد جاء بيه مخلصا يا اخي. هو لماذا لجا الى الوضع الاستثنائي؟ هو التجا الوضع الاستثنائي بحجه الخلاص، هو بعد عامين ما عملش الخلاص، لو كان عارف روحه غير قادر ما وخلى الامور ديمقراطيه، ليش يسكر في البرلمان ويعمل وضع استثنائي؟ لكن بعضهم كذلك اللي باش يقصد الدكتور رحموني، الشعب هو المشكله انه الشعب لم يربط انه هذه الحاله المزريه ليه، وانه المسؤول الاول والاخير عليها هو قيس سعيد لينتفض ضده. نعم هذا الاشكال، وربما بعضهم يعتقد ويظن انه فعلا سعيد راهو ديكتاتور ذكي، لكم الشارع تكلموا للصباح، لكن انا افعل اللي نحبه يفعل.